رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان يعني شهر البهجة، يعني شهر التسامح، يعني شهر الفرحة. وما اننا في شهر الفرحة قررنا ان احنا ننزل الشارع ونفرح كل جمهورنا وحبايبنا من خلال فزورة الفرحة، ونعرف كمان منهم ايه المسلسلات اللي بيتابعوها على شاشة دي ام سي. يلا بينا متجمعين، اصغر حكاية لينا بتتحكي في سنين، البيت في البيت من لما كنا صغيرين، عشرة وصحاب وتملي فيها قريبين. قولي ايه اكتر مسلسل بشوفه على شاشة دي ام سي؟ جعفر العمدة. اسألك في جعفر العمدة ولا مش هتعرف تجاوب؟ لا ان شاء الله نتابعه من اول رمضان. متأكد؟ بإذن الله. عايزين نعرف منك اسم الشخص اللي خطف ابن الفنان محمد رمضان اللي هو جعفر العمدة في المسلسل، كان اسمه ايه؟ بلال الشام. انت كسبت معانا سيمة شراء قيمتها 500 جنيه شهر الفرحة، هتفرح مين؟ المدام. كلمها لنا يلا. حاضر. من يوم قفلت مع بعضها تفتح لينا رمضان. يا مدام رحمة كل سنة وحضرتك طيبة، رمضان كريم. زوج حضرتك يعني بيحبك جدا وقرر ان هو يفرحك واختارك انت اللي يفرحك النهاردة، وكسبتي معانا قسيمة شراء قيمتها 500 جنيه، وقدر ان حضرتك تصرفيها من احد السوبر ماركت الكبرى وتجيبي اي حاجة انت عايزاها. كل سنة وحضرتك طيبة وربنا يخليكم لبعض. دي واحدة ليك، واحدة المدام رحمة. اوعى تخبيها من مدام رحمة. لا ده هي اللي زال والله. لا لا والله. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. متجمعين. ايه اكتر مسلسل بتتابعه على شاشة دي ام سي؟ جعفر. جعفر. الفنان محمد رمضان جعفر الايه؟ النوع العمدة. جعفر العمدة. اقدر اسالك سؤال؟ اتفضلي. هتجاوب معانا ولا مش هتجاوب؟ ايوه جاوب طبعا. تمام. عايز اقول لك ان في حد كان دراع جعفر العمدة اللي هو الفنان محمد رمضان اليمين واللي بيعتمد عليه في كل حاجه، اسمه ايه الشخص ده؟ نعيم. ده ايه الحلاوه دي؟ هنكسبك النهارده قسيمه شراء قيمتها 500 جنيه، فرح مين؟ مراتي طبعا. طب ما يلا نكلمها. ماشي نكلمها. من اخر كل سنه وحضرتك طيبه. رمضان كريم. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه. دي بتاعت حضرتك. تمام. ودي بتاعت مدام ورده. تمام. كل سنه وحضراتكم طيبين. يا رب دايما متجمعين على الخير والفرحه في شهر الفرحه، شهر رمضان الكريم. لكل حبايبنا وجمهورنا اللي ما قدرناش ان احنا نشوفهم النهارده بيقدروا تخشوا على صفحه دي ام سي على الفيسبوك وتجاوبوا على اسئلتنا وتتفاعلوا معانا، وتكونوا كمان من التوب فانز. كل ما تتفاعل معانا اكتر وتجاوب على اسئلتنا هتكونوا من الفايزين معانا. كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم.